ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ كوش برضو؟ ايوه، من قرقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قوليلي، انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 شهور. ايه اكتر حاجة انت حاسة ان هي كنت بتحبيها في قرقوش مش موجودة هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسة قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه، ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفة ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفة، انت حاسة بأي ناحية الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما رح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجة صعبة قوي ولا حاجة سهلة ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما رح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانة ليه طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسة في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسة؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو، بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجة؟ كان عندي صديقة وإذا هوني، كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا، وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير، يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا، بس هسه أريد أشوفها. شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما اعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا. وترجعوا كمان في بيت أحلى من البيت الأولاني. كيف الله؟ ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب أنت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانة بتحسي إن يسوع سابك مثلا؟ لا، مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قرقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قرقوش، يعني رحنا من قرقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا، حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. أنت علمتيني حاجات كتير أوي. شكرا. وأنت حتى علمتني. علمتك إيه أنا؟ علمتني يعني ما علمتني، يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري، أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وأنت عارفة إن يسوع مش هيسيبك أبدا صح؟ ما رح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما رح يسيبني. طيب قوليلي، أنت فاكرة ترنيمة أو فاكرة حاجة لما بتبقي قاعدة لوحدك كده بتحبي ترنميها أو تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكرة ولا حاجة خالص؟ عندي ترانيم. بتحبي تقولي أكتر واحدة أنت بتحبيها؟ تبقى صغيرة وقصيرة بس نسمعها منك، إيه رأيك؟ أكو واحدة.